السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين؟ كديرين مع الصحة؟ أتمنى تكونوا على خير وبخير البنات. هذا واحد تريكو ديال واحد الكليانة، ما بقاش كيعجبها في الكمام ديالو، قلت لها جيبي واحد شوي مترو لاروب ديال الدونتيل. ها هو كيتيري، شوفوا كيفاش داير لاستيك لاريد. درت ليه بوانيات على قد الطول ديال السيده، اللي قطعتيه من الكم كديريه شبكه، اللي قطعتيه اللي نقصتيه هو اللي غتديري. بحال دابا قطعتي 14 سنتيم من الطول ديال الكم، غادا تفصلي 14 سنتيم من الشبكه. اللي قطعتيه من الكم القديم غادا ديريه شبكه. صافي، هنا البنات كنخيطوه، كنديرو السيرجي وكان نخيطو بواحد نص سنتيم باش تعيز الخياطة باش تجي مزيانة. لا غيطمو، ملي تكوني كتخيطي جبدي باش ملي كيتجبد ليها هي، ملي كتكون كتلبس فيه واش حاجة ما يتقطعش ليها، لأن الخيط ما كيتيريش والتوب كيتيري. صافي البنات، هاد البلاصة راه دوزت فيها السورجي، غادا نشد لكم ديال الشبكة ونخشيه في وسط الكم ديال التريكو، الخياطة مع الخياطة، هنا الخياطة مع الخياطة. البنات بغيتو تحطو داك التشنيف غير من الفوق وكدوزو تبارك الله، ما بغيتوش خيطو السنتيم ديالكم عادي وقلبوه بحال شي بوانيات. هنا أنا خيطتو عادي، مازال كون كان الكم مفتوق يعني محلول غادي نتسرحوه وتحطوا عليه هذيك البوانيه هي مسرحه وكدوزوا واحد الخياطه على داك التشنيف. اما دابا انا مخيطين الكم مخيط وهذا مخيط، اللهم كنخشي شي في شي وكندوز عليه داك السنتيم. ها نتوما بحال هكذا البنات، صافي وكندوزوا واحد السنتيم البنات، راه ساهله كيرجع التريكو ديالكم زوين وما كتندموش عليه، كيكون التوب ديالو باقي زوين وجديد. صافي، هذوك البوانيات اللي كيكونوا خسروا ليه اولا كيكون غير التوب واحد البواني صغيوره، كتبغي تشونجي الموديل صافي وكتيري عاد تخيطي باش ملي كتيري ملي تكوني كتلبسي ما يطرطقش. دائما الحاجه اللي كتجبد نجبدوها، سمعتوا البنات؟ الحاجه اللي كتجبد نجبدوها في الخياطه، والحاجه اللي ما كتيريش ما نجبدوهاش في الخياطه. هذه خذوها مني، الحاجه اللي كتيري نكون كنخيط نتيريها وانا كنخيط، والحاجه اللي ما كتيريش كنكون نخيط وما كنتيريهاش. علاش كنتيريو هاد الحاجه اللي كتيري؟ لان ملي غادي نلبسوها وتبغي تيري، تبغي تيره مع الغلط ديال الدراع او ركبه او رجل او كذا كترطق. اللهم ملي نكونو كنخيطو فيها حنايا نجرو نخدمو ونجرو بحال هاد الشكل البنات، راه كيجي زوين البنات، كيرجع جديد. هانتوما تسناو انا غنلبسو قدامكم وغادي تشوفوا كيفاش جا. شوفوا البنات كيجي جوست، شوفوا كيفاش كيجي المنيطر ديالو، صراحه كيجي زوين. دابا هاد التريكو وحتى السروال درت ليه بحال هكذا، جابت لي التريكو ديالها والسروال ديالها، هي راه رق مني شويه، رق مني واحد شويه، انا جاتني لاصقه من هنايا وهي راه رق مني البنات. وبالصحه والراحه البنات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.